هذا ما يصير. في أحد المباني بإدلب خرجت هذه الصور وتناقلتها وكالات الأنباء. مجموعة من مقاتلي المعارضة السورية يحتجزون عددا من عناصر جيش النظام أحياء، وبعد حين ينقلب الوضع إلى مشهد مأساوي. بعد ضرب وتنكيل يأتي دور الرصاص ليسكت استغاثات المحتجزين. كثير من المنظمات الدولية حذرت من انتهاكات لحقوق الإنسان ينفذها طرفا الصراع في سوريا، آخرها صدر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مطالبا بالتحقيق في هذه الصور التي قد تصل في مستواها في حال التحقق من صحتها إلى جريمة حرب. نحن بحاجة إلى دراسة هذا بعناية وسوف يدرس بعناية. الادعاءات تقول إن هؤلاء كانوا جنودا ولم يعودوا مقاتلين، وبالتالي في هذه المرحلة يبدو من المرجح أن هذه جريمة حرب. وللأسف مرة أخرى هذه قد تكون أحدث حلقة في سلسلة من الإعدامات التي وثقت من معارضين أو قوات الحكومة والجماعات التابعة لها كالشبيحة. مع احتدام الصراع في المدن السورية وتزايد القتل والقتل المضاد، تضيع المواثيق والقوانين المحلية والدولية الداعية إلى حفظ الكرامة الإنسانية. مصطفى خطيب، العربية.